احنا رفضنا البروجي نتاع الحمايه، احنا ما رفضناش البروجي نتاع الحمايه، احنا قلنا نزيدوا على البروجي نتاع الحمايه معناها عناصر اخرى اللي هي تمكن الواحد. مدام شهيده حاضره في الاجتماع مع سيد الوزير، معناها وصلت لنا اخبار مش باهيه مدام الا كونه قناتك اللي تابعها هي تعملت دراسه، والدراسه كلها حسب الطلبات الاولى اللي فيها توزيع الحول، يعني اسقال هذيك باش توخر باش يولي معناها 80 متر. يا اخي وقت انا جاء سيد وزير الفلاحه ثم طلبات جديده، ثم ليتود اللي هي كامله تمت فيها حمايه الميناء، ثم طلبات جديده فاش تمشي تمثل في اولا حول الرافعه، الرافعه يلزم حول ما كانتش بريفو تحكي على البيتون ارمي. اي اي يلزم حول هذاك ما تعبتش في الدراسه الاولى، وتوسيع رصيف الارسال، زيد دراسه الارسال. الدراسه الاولى لا با بريفو شيء، انا با بريفو توا. اش قال وزير الفلاحه؟ قال انا ما نعملش دراسه وننطلق في الانجاز، وانا عندي طلبات اضافيه قد يكون يلزمني نعاود نكسر اللي بنيته. باش هكا تفهم في خبر دقيقه نكملك. دونك الحل اللي قاله هو تو باش يعاود دراسه، تاخذ بعين الاعتبار زوج طلبات جديده، والدراسه هذه تقدر تقريبا ب 100 مليون باش يقع برمجتها. انا نعاود لك الكلام سمعته باش يقع برمجتها على ميزانيه 2018. مادام انت حاضره معنا. اي حاضره. قال احنا باش نبداو اليوم الدراسه وقت الحاضرين، وباش نشوفوا لها كان ما فماش على الميزانيه باش نشوفوا ان فون وجات معنا لاجونس فرونسيز ديفلوبمون لهنا ووافقت على اسناد الفون هذايا، فهمتني؟ وعندها ثلاثة شهور ريونيون ملي تعملت الدراسة الثانية. اي دراسة ثانية وعندها ثلاثة شهور الوحدة ملي تعملت، واليوم معناها احنا مازلنا في نقطة صفر، معناها مازلنا ما قدمناش. كيف جات وطلب من المالية اعتمادات جديدة. خلي يتكلم. مرحبا. عندنا الطالب هذاك اللي جاي بعد الدراسة وهي جات باش تعمل بروسبكسيون مشاريع تنجم تمولها. دونك احنا حاولنا البنا نتاعها باش تجي لهنا وطلبنا منها النظر. وجاوبكم من السيد الرئيس نتاع الحاضر الممثل نتاع اعضاء حاضرين كونه ماهوش جاي ممثل في تونس نتاع كونه ماهوش جاي باش يعطيكم موعد، راهو جاي باش ينظر في المشاريع ويلفا يرجع للسيد الوزير وبعدش باش يكرر اسكو يعطي ولا. دونك ما نقولوش هو صار على غادي في تونس الغادي يعني في الاجتماع نتاع تونس، في الاجتماع نتاع تونس مش الاجتماع هكا لافدي حاضر معكم. لا احنا مش حاضرين مع لافدي، لكن الممثل نتاع لافدي في تونس احنا اتصلنا به وقال اوني داكور سور فوتر واحد ومبشين فيه. معناها اذا كنت انا على كل رجعنا للنقطه صفر. رجعنا مش